السلام عليكم. اليوم نروحوا للولاية تاع قالما لنقف على الأشغال تاع المحطة البرية الجديدة هذه اللي راهي قيد الأشغال بمدينة قالما واللي تعرف آخر لمسات، لكن على كل حال هذا النمط تاع البناء وهذا الشكل والتصميم يعني تجاوزه الزمن، ما بقيناش احنا في لاليكوبوند هذا والسجاج، لازم يكون فيه تطوير والتصاميم جديدة وباستعمال سكون ابل لي زونفلوب، كي تكون بنايات كبيره بحجم كبير كي المطارات ولا لي غرونز اسباس هذو نتاع المحطات نتاع النقل وكذا، لازم تكون فيه ان انفلوب اكستيريور ان ريفيتمون تري ديمونسيونال اللي يسمح باش يحافظ على يعني على الجو لطيف داخل المحطه وينقص من تكاليف نتاع استعمال الطاقه. لابد للتفكير في خلق هذه لي زونفلوب هذه يعني هذا النوع من التغاليف، وانا نتفادى هذا الغلاف الخارجي الزجاجي هذا ولا ليكوبوند هذا، ما خلاص يعني هذا الشكل هذا غير ملائم مع البيئه، لا يراعي يعني المقاييس البيئيه. اذا نخليكم تابعوا الفيديو. على كل حال والسلام عليكم. Thank you.